مرحبا، اليوم عندنا معلومات عن حبوب المانع الإيراني. حبوب المانع الإيراني موجود بالصيدليات بالعراق بكثرة، ويعتبر أرخص حبوب منع الحمل. تقريبا سعره يعني بعموم الصيدليات تقريبا سعره 1000 دينار. بالنسبة لهذا الحبوب يعتبر من حبوب منع الحمل المركب. حبوب منع الحمل يتكون من نوعين، أكو نوع يسمونه نوع أحادي وأكو نوع مركب. الأحادي يتكون من مادة واحدة، والمركب يتكون من مادتين. الأحادي يستخدم أثناء فترات الرضاعة الطبيعية، بينما المركب يستخدم يعني إذا مثلا الأم ما عندها طفل يعني ترضعه، تقدر تستخدم هاي النوعية. بالنسبة لاستخدامه يستخدم من أول يوم بالدورة إلى يوم الخامس، يعني سواء أول يوم ثاني يوم خامس يوم، لمدة 21 يوم متواصلة بنفس التوقيت، يعني كل يوم حباية بنفس التوقيت. إذا خلص الشريط، يعني إذا خلصن 21 حباية، النوب راح تترك فترة 7 أيام، تترك فترة 7 أيام وبعدها ترجع تاخذ شريط ثاني. طبعا كل حبوب منع الحمل المركبة اللي تتكون من 21 حباية نفس هاي الطريقة. بالنسبة لحبوب منع الحمل الأحادية اللي تتكون من 28 حباية، تكون استخدامها يعني متواصل، ماكو ترك أسبوع، لا متواصل. اللي تتكون من 28 حبة بتستخدم لمدة 28 يوم، من تخلص ال 28 حبة ثاني يوم تبدي بشريط جديد، يعني ما تترك، فقط المركب راح يكون بيترك يوم واحد. بالنسبة إذا تريدون تعرفون شنو يعني الأعراض الجانبية، شنو موانع استخدام حبوب منع الحمل، تقون رابط أول تعليق أو بالتعليقات تلقون به كل المعلومات عن حبوب منع الحمل، فإن شاء الله تستفادون من عدها، وإذا استفادوا تتابعونا في أمان الله.